ليلة من ليالي موسم الرياض ستربيها لاحقاً إحدى الشخصيات الشبيهة بشهريار، وفي كل ليلة نجد مفاجآت تبهر الجماهير والمشاهدين على حد سواء. الليلة ليلة الكاسر القناص برفقة من عاصر ياسر ومن وصل إلى قمة النجومية محليا وعالميا. الفريقين وعلى عكس العادة التقليدية، الفريقين مجتمعين غير متفرقين، جنبا إلى جنب جنبا إلى جنب، وقف نجوم من الماضي والحاضر لتبقى ذكرى هذه الصورة عالقة في الأذهان كصورة فيلسوف يدعى الاثنيان. ولكل جيل لم يكن شاهدا على لمسات يوسف نقول له متع ناظريك. التقليدي يوسف الثنيان يصرخ جدا ما نشاهد أبو يعقوب. يوسف الثنيان يا سلام يا سلام، واللي ختم مشواره مع طريقه عريس كرنفال الاعتزال ياسر حاول التسجيل بمساعدة من العمالقة توتي وبيرلو وإيتو وفان بيرسي وغيرهم من الأسماء، ولأبسط الأسباب كما هي عوايد الهلال كاماتشو يفلح بهز الشباك. كاماتشو عرضية بيتغير الاتجاه ويستمر اتجاه الهلال. كاماتشو يقص شريط حفل الاعتزال. بعد الهدف نعود لفاصل المتعة الكروية، نعود للأسماء الرنانة إدواردو إلى سامي الجابر، ويا زمان ارجع يا زمان. هدفان، والهولندي فان بيرسي هيئ للعريس والدعية يقول له هل هذا أفضل ما لديك؟ ليس اليوم، ليس أثناء مناوبتي. توتي ملك روما كما يلقب حاول من بعيد ومن حظ الدعية أنها عانقت قليلا السماء. البرازيلي إدواردو كأنه يقول للإيطالي العتيد هكذا هكذا بترو وعقلانية نصل إلى الشباك. السوبر إدواردو يا ربار، السوبر إدواردو لا يفرق بين الودية والرسمية. هنا غادر الفيلسوف بكل امتنان، والقحطاني ياسر حاول من جديد، والأخطبوط بنظرة تحد رفع وتيرة قناص لا يعرف أنصاف الحلول. من بعيد القحطاني حاول إسقاطها بمكر المهاجمين بماركة مسجلة باسمه كما يقولون. الله على الكرة من كرة ياسر كاد أن يودع جماهيرهم. بيرلو إلى فان بيرسي والدعيع كأنه لم يعتزل عالم المستديرة. كانت التحية الكبيرة وهذه آخر اللقطات تصدى للكل. الله على الدعيع، الله على ردات الفعل، ما شاء الله. المستديرة رضخت بصناعة من توتي إلى العريس، والأخير يعرف المسار الصحيح حتى لو كان ظهره إلى الشباك. ياسر يسجل وجمهور الهلال يحتفل. يا لفتنة هذا المنظر، يا لفتنة هذا المنظر. عاد ياسر باللون الأزرق، ومن بعيد حتى لو أضاع هو يعرف كيف يكسب قلوب عشاق الكيان. نعود للأسماء الرنانة وأصحاب الشعر الطويل، أصحاب الموهبة الربانية رونالدينيو وعموري، ويا له من سحر كروي. وعبد الله الزوري رفض هدية التسجيل. أما الأرقام نذكرها دائما بالأهداف، ورأس صالح الشهري وقعت الرابع للهلال وسط فن وسيطرة بيضاء. من يعتزل في مباراة اليوم لمن؟ نعود إلى السحر الكروي إلى أصحاب الفن. رونالدينيو أراد أن يرقص السامبا أمام الشباك، والهدف لم يحضر بقدر حضور المتعة والابتسامة على الوجوه. والشلهوب مالك القلوب بأهدافه وحركاته. وصلت إلى محمد الشلهوب قوية. وعموري إلى الفريدي، وأحمد تفنن قبل التسجيل. من جديد عموري إلى ساحر عالمي كبير. رونالدينيو بابتسامته الدائمة أفرح الجماهير بوصوله إلى الشباك. الوقت مر سريعا، وقت السنين كله انحسر في العيون، وذكراه ستبقى خالدة في القلوب. وياسر القحطاني يحبس الدموع، والجميع يقف في صورة مؤثرة بصورة أبلغ من الكلام. يا مخرج خليك مع ياسر، الكل يقف في هذه اللحظة في تحية وداع. الكلام لا ينتهي، مثله كمثل أسماء حاضرة من نجوم ومدربين وأساطير كروية. نعود إلى المتعة الكروية، إلى مصنع الكرات الحاسمة، فهو لا يتوقف عن التمرير، والسويدي ويلهامسون تولى مسؤولية التسجيل.
الأهداف موجودة واللمسات الجميلة بغزارة حضرت، وفي ليلة اعتزال ياسر القحطاني كل شيء حضر، كل شيء يندرج تحت مسمى الترفيه. مدير رضوان، صدى الملاعب. أسماء لامعة.